وهالشيء أيضا يطمح لمحمد عساف اللي من يومين انتشر له فيديو مع حسام أثناء تسجيلهم أغنية جديدة. محمد عساف الجميل الغالي الله يا حبيبي من احلى الاصوات على قلبي يا حبيبي الله يحفظك. احنا اول تعسل في دول قلبك وربي يحفظك سمعتنا اشياء يعني حبيبي احلى الاشياء والله تدلل والله ان شاء الله والله اسوي لك اغنيه ان شاء الله تموت مختلفة. وعن هالعمل وغيره نحن تكلمنا مع محمد في اللقاء اللي جمعنا فيه مؤخرا في دبي. عم نشوفك بالاستوديو كثير هالفترة. نعم. شو عم تحضر؟ نشوف عنا مشكلة، احنا بعصر الموسيقى عم تتغير بشكل رهيب. احنا بعصر الاغنية، موضوع انك تصنع اغنية اليوم يمكن ترند، خليني احكي كترند، انه اصبح شيء سهل يمكن اكثر ما انه انت تصنع نجم. والاختيار صار أصبح كتير كتير صعب بالنسبة إلي، يمكن أنا عشان بحس حالي نوعا ما مختلف، مش إنه والله يعني بدي أقول أنا مش أحسن حدا ولا أسوأ حدا، ولكن عم بحاول إنه أنا أختار شيء مناسب لصوتي ولشخصيتي، وفي نفس الوقت إنه ما يفقد العمل اللي أنا بدي أعمله المضمون تبعه. وهالأمر هو اللي مخلي محمد عساف يغيب شوي عن جمهوره. أنا كتير عم بيجيني أغاني حقيقة من ملحنين وموزعين، ما حسيت لسه انه الشيء اللي انا بدور عليه صار كتير صعب، يعني مش طبيعي. احنا بعصر عم تقلب الاغنية اكتر من مرة معك قبل ما طبعا طبعا يعني عم بسجل وبوصل لمحل انه ممكن اخذ وبعدين يمكن بتراجع، بحس انه ممكن يكون افضل، ممكن يكون بشكل مختلف، يمكن الجمهور يمكن ما بركز قديش انه الموضوع صعب، يعني أكيد أنه الفنان بده يكون أكتف أكتر مع جمهوره من خلال الأعمال لأنه ما يتأخر عليهم كتير، وإحنا بنلاحظ صرنا أنه إذا بتتأخر أكتر من 4 أشهر مشكلة. فمن 3 أشهر كان آخر عمل أطلقه مع أغنية بالحب منوقع. بالحب منوقع منسهر ومنتعذب وقلوبنا بتوجع وما منقدر إلا ما بالحب. عم بحاول كتير انه اقدم عمل في وقت قريب، وفي نفس الوقت ما بديش زي ما قلت لك اعمل بس لمجرد اني عملت. ركز بفترة على العراق لانه حسيت انه الجمهور حبك هونيك، رح تكمل ولا قلت خليني ارجع لاول شيء؟ بدي ارجع لاول شيء اكيد، يعني بدي ارجع لاول شيء، بس شوف الاغنية العراقية برضو كانت يعني فال طيب علي، وصعب انه انا اتراجع عن هذه الاغنية اللي كانت من اهم الاعمال اللي انا عملتها بحياتي الفنية كمحمد. بس قلت لك هو موضوع الاختيار اصبح مش سهل يعني، ولذلك محمد بتتنوع اختياراته بالفترة المقبلة. هدور بين مصري بين عراقي لهلا، يعني عم بحاول ادور فيه، عندي اجتماع حيكون خلال اخر هذا الشهر مع الاستاذ عزيز الشافعي، محضر لي هيك 12 13 عمل انا وياه حكينا انا وياه، يعني عم بحاول ادور شيء يكون من ال 12 بده يختار واحد تخيله. لا مش واحد، ان شاء الله اكثر، بالعكس ان شاء الله اكثر، بس بدك شيء مميز خاصة بعد الاغاني المصرية العديدة اللي تقدمت العام الماضي وحققت نجاح كبير. يا اغنية مصرية عجبتك ب 2022؟ يعني بكل بشوف اكثرهم صراحة احمد سعد، ان شاء الله شو ما شاء الله، اي واحدة كلهن، اعطيني واحدة من عليك. طب اعطيني واحدة عليك يا عيون بايه اليوم الحلو ده، يعني كل الاعمال اللي بيعملها احمد جميلة ورائعة، كمان اغنية أصالة شكرا من أحلى الأغاني اللي سمعناها كمان كأغنية مصرية. فمش سهل إنك بدك تحاول تاخد عمل يكون مناسب لصوتك، يمكن أنا كمحمد زي ما قلت لك إنه مناسب لصوتك، في نفس الوقت بدي أحاول إني أشوفه إنه هو رح يضرب، وهذه شغلة مش سهلة. وهالوضع مشابه عن نادر الأتات، وأيضا الأغنية المصرية خيارة للفترة المقبلة. قللنا شوي بال 2022، بس هلأ راجع بإذن الله بشي مصري، مصر أم الدنيا. أنا بعدني ما مغني مصري، فهلأ مهمس كتير على الموضوع. ايه نسبة الخوف؟ عالي جدا، ما انا كرمال هيك تأخرت اصلا، يعني ما فيك. جمهور مصر حبيبي، جمهور مصر يا بحب الشخص يا خلص بتحس بيتقبلك من الاول، وملايين العالم، فحلو واحد يفوت ويعلم بقلوبه، وان شاء الله يا رب هيك بكون النصيب. وانا مشهور بالاعراس، هن كمان عندهم اعراس كتير، بحب جو عامل هيدا جو بالغنية، عامل لا مش جو الشعبي بس عامل فكرة هيك مهضومة. ومثل عساف تركيز على الاغنية المصرية بيكون بالتعاون مع عزيز الشافعي. واللهجة كانت صعبة عليك حسيتها؟ لك انا بغني المصري، هذا اللي كنت بدي اقول لك اياه بشوي، لانه مش كل العالم بتجيد اللهجة المصرية، وبتحس مرات في حدا عم بيغنيها بتحس طالعة تقيلة منه، بده يكون واحد هيك خفيف سهل ممتنع.
ان شاء الله يا رب اقدر ادي ويكون من هيدا اللي بيجيد الغنية مثلا. متى حتنزل؟ ان شاء الله هلا عم نفذها، طالعة مصر هلا شهر هيدا الشهر، وبرجع من بعد رمضان تنزل ان شاء الله. والاكيد ان جمهور نادر بانتظار كل جديده بكل حماس.